أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله، أرسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا إلى الواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا إخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن يا صغار جايز تلعبوا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من هذه الآية يا أخوة، نرى أن الناس ينقسم فيها إلى قسمين. قسم يحبون الله سبحانه وتعالى ويحبون ما يحبه الله، قسم يحبون الله ويحبون ما يحبه الله، وقسم آخر جعلوا مع الله ند، وقسم آخر جعلوا مع الله ند، كأن يجعل مع الله سيارة، أو يجعل مع الله كورة، أو يجعل مع الله مباراة، أو يجعل مع الله هاتف. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يا إخوة، الحب كلمة من حرفين، ولكن أعمالها وآثارها وأفعالها في البشر أكبر مما نتخيل. لذلك ما أدرك الحب هي حرف حاء باء، ولكن أفعالها وآثارها وأعمالها في البشر أكبر مما نتخيل. كل منا له قصة حب يعيشها في هذه الدنيا، إما حب بالفطرة، وإما حب اكتسبه مع مرور الزمن، حب يرضاه الله وأباحه الله لعباده، وحب يذمه الله جل وعلا، حب قد يدخلك الجنة بل أعلى فراديس الجنان، وحب قد يهوي بك في النار والعياذ بالله. كلنا نحب، ولكن السؤال الأهم والمهم كيف نحب ومن نحب؟ وهنا سينصب الموضوع: كيف نحب ومن نحب؟ يا إخوة، الحب جمال، الحب رحمة، الحب عطف، الحب رحمة. الذي ما يحب مآدي وما يحب مآدي، اللي ما يحب ليس من جنس البشر أصلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يروى عنه أنه في يوم من الأيام قبل بعض الصبيان، رأى صبيان صغار أمثال هذا الأبطال، فقبلهم، قبل 2 و3 منهم،
فجاء رجل من المسلمين واستنكر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استنكر فعله وقال: أتقبلون صبيانكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أتقبلون صبيانكم؟ يقول: والله إن لي عشر من الأبناء لم أقبل أحدا منهم. يقول: عندي عشرة من الأبناء لم أقبل واحد منهم. فماذا قال من قال الله؟ فماذا قال صاحب الخلق العظيم؟ فماذا قال صاحب القلب الرحيم؟ فماذا قال من قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ قال له بكل ثقة ويقين، قال له: وما أملك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. يقول: أنا ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على هذا الفعل، استنكر عليه هذا الفعل. وأعظم حب يا إخوة، وأعظم حب يا إخوة هو حب الله. هذا في المقدمة، هذا الرافع. أعظم حب هو حب الله. وكيف لا نحب الله وهو الذي خلقنا؟ وكيف لا نحب الله وهو الذي رزقنا؟ وكيف لا نحب الله وهو الذي يطعمنا ويسقينا؟ وكيف لا نحب الله ونعمه تطرى علينا ونعمه تنصب علينا صبا؟ ولكني أقول والحسرة تملأ قلبي، أقول لبعض الناس، أقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. إن هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته. مكناك لو كان حبك حقيقي صادق لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيعه، في كل يوم يقتديك بنعمة وأنت لشكر ذاك مطيعه، وأنت لشكر ذاك مطيعه. ولذلك يا إخوة، من أراد أن يعرف مكانته عند الله، من أراد بقاعدة، من أراد أن يعرف مكانته عند الله، وكذلك للنساء، من أرادت أن تعرف مكانتها عند الله، فلينظر في مكانة الله في قلبه، فلينظر مكانة الله في قلبه. انظر أي قاعدة، إذا أردت انتهت، أنت يا من تسمع وأنت يا من تسمعين، ما تشوف على يمين ولا يسار، سواء كنت ملتزما أو غير ملتزم، نحن أحوج ما نحتاج لهذه النصائح. إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله، فانظر إلى مكانة الله في قلبك، انظر إلى مكانة الله في قلبك. الله يقول: فاذكروني ايش؟ فاذكروني اذكركم. نسوا الله فنسيهم. من ذكر الله بنفسه، يقول الله سبحانه: ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. ومن نسي الله، يقول الله في هذا الموضع، ومن نسي الله، يقول الله في هذا الموضع: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نقيض له شيطانا فهو له. إذا نسيت الله فهو صالح، يقيد الله لك شيطان فهو لك قريب على في رأسك. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يا إخوة، يروى أن الأصمعي في يوم من الأيام مر ببادية في الحجاز، اسمعوا لها هذه القصة. يروى أن الأصمعي مر ببادية في الحجاز، وإذا به يرى صخرة مكتوب عليها بيت شعر. إذا بالأصمعي يمر أمام صخرة
مكتوب عليها بيت شعر والأصمعي شاعر لغوي، فإذا به يقرأ الشعر. أتعلمون أنه مكتوب فيه؟ مكتوب فيه واحد يتغزل، إنسان ميت من الحب ومن الحب ما قتل. إذا به كاذب، ليش كاذب؟ يا معشر العشاق بالله خبروا، يا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. كاتب يشكو همه لمن؟ يشكو همه لصخرة، يشكو همه لحجارة، يشكو همه لجمالات. لا تستغرب، لا تستغربوا، هناك من يشكو همه لباب الحمامات. كرمك الله، ايه قد ساهمت باب الحمام، هم يشكو همه لباب الحمام. بالله عليكم، ليس هذا الجنون بعينه؟ حمامات كرمكم الله، ابواب حمامات، يا زد احبك وعشقك حتى الموت في الجدار، في الجدران. هذا هو الجنون بعينه، وهذا نفس الشيء، هذا يفرخ، ما وجد احد يشكو اليه للجدار. فقال للجدار: يا معشر العشاق بالله خبروا. يا جدار خبر، خبر بعادك للجدران، خلي وصل خبر للي انا احبه. يا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. الأصمعي عندما رأى وقرأ هذا البيت كتب تحته بيت آخر، ماذا قال له؟ يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. يعني يقاتل هواه النفس الأمارة بالسوء، يحاول أن يجذبها على حب الحلال. في اليوم الثاني الأصمع يأتي ويرى مكتوب تحت البيت اللي كتبه بيت آخر، كتب: وكيف يداري، هذا الشاب، وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. ما قادر يقول، قلبي يتقطع من حبها، قلبي يتقطع من عشقها، فما رأيه. فعندما جاء الأصمعي في اليوم الثاني قرأ هذا البيت وكتب تحته بيت، كتب قائلا: فإن لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له سوى الموت ينفع. الأصمعي من باب المزاح يقول لك، يقول لي الواحد ما يستطيع، الأفضل له أن يموت، من باب المزاح ليس إلا. إذا ما تستطيع أن تصبر على مثل هذه الترهات، فالأفضل أنك تموت، بطن الأرض أولى لك من ظهرها. يقول الأصمعي: عندما جئت في اليوم الثاني، يقول عندما جئت في اليوم الثاني رأيت شابا ملقا على الأرض قد فاضت روحه إلى بارئها، وقد كتب قبل أن يموت بيته. أتعلمون ماذا كتب؟ سمعنا أطعنا، سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا، سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا، سلامي إلى من كان للوصل يمنع. هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع. ومات ومن الحب ما قتل. أنا حقيقة عندما قرأت هذه القصة تذكرت قصة قرأتها عن أحد المغنيين، أحد المغنيين الأمريكيين اللي يشار إليهم وينظر إليهم، ولعل البعض يقتدي به ويجعله الشعار في حياته. هذا المغني عمره تقريبا ما يقارب يمكن 17 أو 20 سنة، ولكن حياته كانت سوداء أسود من ظلام الليل. أما الأموال فعنده، سيارات عنده، عنده أرض في أحلى المواضع والمواقع في أمريكا، عنده ما عنده من مغريات الدنيا وملهياتها، ولكنه وقع أسيرا، وقع أسيرا في حب فتاة. شوف، عنده يستطيع أن يشتري فتيات العالم، يستطيع أن يشتري فتيات العالم بفلوسه، لكنه وقع أثيرا في حب فتاة واحدة.
ولعل هذه الفتاة من عوام الناس أي ليست مغنية مثله وليست مطربة مثله وليست مشهورة مثله ولكنه وقع أسيرا تحت وقع أسيرا في حبها. يا أخوة كان يراسلها في تويتر، تعرف كم عدد المشجعين والمشاهدين لدى هذا المغني؟ 150,000 150,000 يتابعونه بشغف وصمت، يتابعون تحركاته ويتابعون سكناته ويتابعون همزاته وغمزاته. وقع بين هذا المغني وبين حبيبته وقع بينها الخصومة، فإذا بها تخاصمه ولم ترد أن تكلمه، يعني خلاص مثل، فحاول بكل ما يستطيع من قوة أن يكلمها فما استطاع إلى ذلك سبيلا، حاول بكل ما يستطيع من قوة ولكنه لم يجد إلى ذلك سبيل. هتعلمون ماذا قال؟ قال لها في التويتر والكل يشاهد 150,000، قال لها أنا سأنتهى هكذا بهذا اللفظ. يا أخوة عنده فلوس وعنده ما عنده من السيارات ولكنه قال سأنتهى، فلم يحرك شيء فيها ساكن أمريكا، عادي تنتحر تحر، أصلا هم كفار. ولكن الناس اللي حواليه اليومين 150,000 يستغربوا كيف تنتحر؟ أنت تنتحر؟ نحن ننتحر منته، يعني لسان حالهم، نحن ننتحر منته، نحن ما عندنا فلوس وأحوالنا أحوال وديون وأحوال، وأنت عندك فلوس ما تنتحر؟ يا أخوة يرسل صورة، يرسل صورة هي أخر صورة صورة له في الدنيا، أرسل صورة صورة له ماسك مسدس واضع المسدس على رأسه وإذا به يبكي بكاء شديدا، يبكي بكاء مرا، يبكي بكاء حارا. على من؟ على من يبكي؟ على ما فرط في دم الله؟ لا، يبكي على حبيبته. وكلهم مستغرب، أصلا أدرك من 150,000 ما حد متوقع أن هذا سيقتل نفسه، ثم يأتيهم الخبر أنه قتل نفسه ومات. أرسل رسالة له، آخر رسالة له أرسلها، أتعلمون ماذا قال؟ قال أفضل الموت على أن أعيش وحيدا، أفضل الموت على أن أعيش وحيدا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أخوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما تصلوا عليه كان يحب، فلننظر إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم ولننظر إلى وفقط تضحية من تضحيات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأذكر لكم قصتين إذا كان الوقت، قصتين حقيقة يعني قصة الجواد العامية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب خديجة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب خديجة، يحب زوجته، يحبها حبا جما، وكان يذكرها حتى وهو في آخر حياته كان يكثر من ذكرها، حتى أن عائشة كانت تراه، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تراه
من كثره ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان في يوم من الايام نزل جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الى هذا الخبر، نزل جبريل عليه السلام امين السماء الى امين الارض والسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا رسول الله، يا رسول الله، ها هي خديجة قد أتتك، ها هي خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إيداب أو طعام أو شراب، يعني ماسك طعام أو شراب، فإذا أتتك فاقرئها من ربها السلام، فإذا أتتك فاقرئها من ربها السلام ومني. وهذا من أدب جبريل عليه السلام، أي اقرأها أولا السلام من الله ثم مني أنا، من الله ثم مني، وبشرها، وبشرها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. أتعلمون ما القصب؟ هو اللؤلؤ المجوف، والصخب هو الضجيج، والنصب هو التعب. حتى أنه جيء، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وقيل له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ أتعلمون ماذا قال؟ قال: عائشة زوجتي، أحب عائشة. قالوا: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر. قال: أبوها أبو بكر. وقد روي عن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. سأذكر لكم تضحية من تضحيات الصحابة اتجاه حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر يقول عبد الرحمن بن عوف، في غزوة بدر يقول عبد الرحمن بن عوف: عندما صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، لما اصطفت الصفوف إذا يقول عن يمين غلام وعن يسار غلام أعمارهم 16 سنة، غلام عن يميني وغلام عن يساري أعمارهم 16 سنة، هي متقدمين، متقدمين، هي متقدمين جهاد سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله. نحن حقيقة نفتقد لكثير من الشباب في الصفوف الأولى في المساجد، في المساجد، يعني في المساجد ما راح تقابل عدو، انت راح تقابل الله سبحانه وتعالى. هذه أعمارهم 16 سنة ويقابلون العدو، يقابلون أبو جهل وغيره من الكفار. فإذا يقول عبد الرحمن بن عوف الأول يأخذ بديابي، فقلت له: ماذا تريد؟ قال: يا عم، يا عم، أين أبو جهل؟ يقول: يا عم، يقول: يا عم، أين أبو جهل؟ قلت له: ماذا تريد منه؟ قال: سمعت أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة ولم يؤذى في المدينة. وهذا معاذ ومعوذ صغار غلامان، يقول: سمعت، وصلني خبر أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والله لئن رأيته لا يفارق سواري سواري، والله ما نجوت من ندى. يقول: فجأة وإذا بي أنظر عن يساري غلام آخر يأخذ بثوبي ويقول لي: يا عم، أين أبو جهل؟ فقلت له: ماذا تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته ما يفارق سوادي سواده، ما يفارق سوادي سواده، والله ما نجوت إن نجا. وقد قيل أن أبو جهل قد تعمم بعمامة الموت في غزوة بدر، قيل أن أبو جهل تعمم بعمامة الموت في غزوة، في غزوة بدر، يعني ما يعنها. أبو جهل ليس بالإنسان الهين يا أخوة، لا تظنوا أن إنسان هين. قيل عنه أنه إذا جلس تحت جلد بعير، لو جلس تحت جلد بعير وأردت أن تطعن، يعني تأخذ جلد بعير من تحته، لانقص جلد البعير منقل أبو جهل من مكانه. إذا كان إنسان ضخم الجثة، حتى يقال أن ابن مسعود
رضي الله عنه عندما اشتد رأسه ما استطاع أن يحمله، ما استطاع، فإذا به يجره كالكرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل رأسك مذكور، لعنة الله عليه الدنيا والآخرة. قيل هينك، يقول فلما انكشف الأمر قلت ذاك صاحبكما اللذان الذي تسألان عنه هو ذاك شوفه. يقول وينقضاني، يقول وينقضاني، ينقضاني عليه كالنسر. انظروا إلى الصغار، نحن حقيقة والله إنني يعني في من الحسرة، يعني عندما نسمع عن هؤلاء ونحن نفتقد لشباب يمتلكون الصحة والعافية والقوة ولا يأتي ليصلي صلاة الفجر. لعل تشوف ايش الأثقال، يحمل أثقال، ولكن الله أكبر ما توقفه، ما يرون يمزح البرموس عنه، يقدر يمزح أوزان من الحديد، لكن البرموس ما راجع يمزح. لو قيل له فلوس كان بيقوم، يقول فينقضان عليه كالنسر، كالنسر. يقول ثم يأتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولان يا رسول الله قتلنا أبو جهل، قتلنا أبو جهل. يقول يا رسول الله قتلنا أبو جهل. فقال أرنا، يعني خلونا نشوف سيفكم. فأول ما رأى سيف النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قتلاه، كلاكما قتلاه. هذه تضحية، وهذا حب لهؤلاء الصغار للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت ماذا قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمت له؟ هذا السؤال أتركه لك والجواب عندك. وكذلك أنت ماذا فعلت لكي تقتدي بأمهات المؤمنين؟ ماذا فعلت لكي تقتدي بأمهات المؤمنين؟ هذا الشاب كان يقف مع فتاة بالشارع. الآن سندخل في الجد شوية بعد القصص الواقعية الموجودة. هذا الشاب كان يقف مع فتاة بالشارع، أتاه من ينصحه، أتاه من يكلمه، أتاه من يذكره بالله. يقول هربت الفتاة، الفتاة هربت وفرت وولت الفتاة مدبرة ولم تعقد. راحت، فرت، خافت من العار، خافت من الشنار والفضيحة والعار، ولم تخف من النار التي أعدها الله للفجار. خافت من العار والفضيحة ولم تخف من الله الواحد القهار. خافت من أبوها وأمها وأخوها وأهلها والفضيحة، ولم تخف من الله العزيز الغفار. يقول أما الشاب فتجمد مكانه، بل إن يا إخوة والله لم يتجمد مكانه، لأن الله أراد به خيرا، الله أراد بهذا الشاب خيرا. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله اكتشف علميا أن الإنسان كلما صعد إلى الأعلى ضاق صدره وضاق نفسه. وهناك من الشباب ومن الفتيات الذين يمشون على وجه هذه المستديرة وعلى وجه هذه الأرض وهو ضايق نفسه كأنه صعد إلى الأعلى. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول أما الشاب فتجمد مكانه. حقيقة أنا هذه القصة لي فيها وقفات، ولكني سأختصرها، ولكن لي فيها وقفات ولي فيها عتاب شديد لبعض الأمهات والآباء، ولكن سأختصرها لأن صوت ماشي. فيقول أما الشاب فتجمد مكانه. الشاب تجمد وقف. يقول فإذا بهذا الشيخ يذكره بالموت وفجأته، ويذكره بالقيامة وهولها. فكان كلام هذا الشيخ كالماء البارد على قلب هذا الشاب. كان كلام هذا الشيخ بردا وسلاما على قلب هذا الشاب. خرج كلام هذا الشيخ إلى قلب هذا الشاب، فوجد مكانا فارغا في قلبه، فتمكن من القلب أي ما تمكن،
وسيطر على القلب وقف شعره واقشعر جلده وخشع قلبه ودمعت عيناه، فإذا بهذا الشعب يبكي ويبكي ويبكي، يبكي على ما فرط في جنب الله، يبكي على ما فرط في جنب الله. يقول الشيخ: ولما انتهيت من الحديث معه أخذت رقمه وأعطيته رقمي ثم افترقنا. يقول: بعد أسبوعين وأنا أقلب في أوراقي، يقول: رأيت رقم هذا الشاب وتذكرته، فقلت أتصل به. اتصلت به في الصباح مسلما، فقلت له: يا فلان أتعرفني؟ يا فلان أتعرفني؟ فقال: وكيف لا أعرف الصوت الذي كان سببا في هدايتي؟ وكيف لا أعرف الصوت الذي كان سببا في هدايتي؟ فقال الشيخ: الحمد لله، كيف حالك؟ فقال: أنا والحمد لله منذ تلك الكلمات وذلك اللقاء وأنا بخير وأعيش في سعادة. رب كلمة تخرج من فمك تدخل على قلب شاب تكون سببا في سعادته. فقال له الشيخ: لا بد أن أزورك، حدث لي، ما رأيك أن آتيك في العصر؟ فقال الشاب: حياك الله يا شيخ، تعال تتاتي العصر، تعال يا شيخ تعال. يقول: وعندما حان موعد الزيارة، يقول: جاءني ضيوف فأخروني إلى الليل. يقول: ولكن عندما جاء الليل قلت في قرارة نفسي: لا بد أن أزوره. يقول: ذهبت إليه وطرقت عليه الباب، فخرج لي شيخ كبير، فقلت له: يا شيخ أين فلان؟ يا شيخ أين فلان؟ قال لي: من تريد؟ قلت له: فلان. قال لي: من؟ قلت له: فلان فلان. فقال لي الشيخ: للتو قد دفناه في المقبرة. قل: للتو قد دفناه في المقبرة. قلت له: مستحيل، كيف؟ يقول: كنت أكلمه في الصباح، كنت أكلمه، كيف صار؟ يقول: صلى معنا الظهر في جماعة ثم أمرنا أن نوقظه لصلاة العصر، فلما نام يقول: هي وحده رأيناه جثة هامدة قد فاضت روحه من أبارينا. يقول: فبكيت. ثم سألني الشيخ، قال لي: ومن أنت؟ قلت: أنا الذي تكلمت مع ابنك قبل أسبوعين. قال: أنت الذي كلمته؟ قال: دعني أقبل رأسك. قلت: دعني أقبل الرأس، يعني أقبل الرأس الذي أنقض ابني من النار. قل: فقدت يا رأسي، أحب لقاء الله، فأحب الله إيش؟ لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والذين آمنوا أشد حبا لله. الحقيقة كانت لي قصة، لكن ما أنا حقيقة كان لي قصة، يعني عسى أن نوفق نكون في جلسة أخرى. وهذه القصة يعني خاصة للكل وبالأخص للنساء، وفيها مثل هذه القصص التي تتكلم عن الحب الحرام والحب الخبيث الذي وقع فيه كثير من الناس. ولكن نسأل الله العفو والعافية سبحانه وتعالى من شر لا إله إلا الله.